بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله عن فعلهم هذا. قال الإمام البخاري: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن عن قال: حدثني معقل بن يسار، وحدثنا أبو معمر، وحدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، فأبى معقل فنزلت: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضا ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع بن لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال له: أزوجك وأكرمك وكفرت عن يميني، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يخبر الله عز وجل المؤمنين بأن تمام الرضاعة مدة عامين كاملين لمن رغب إتمام الرضاعة، وأن على والد الطفل نفقة الوالدة المرضعة المطلقة وكسوتها، وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، كما أن الله سبحانه وتعالى يحذر الوالدين من اتخاذ الولد وسيلة للإضرار وإضرار بعضهما البعض. وكما أن الآية الكريمة أكدت على وارث الطفل إذا عدم الأب مثل ما على الأب من الحقوق والواجبات، ما أن الله عز وجل
أحل فطام المولود قبل إتمام سنتين إن أراد الوالدان ذلك، وأنه لا إثم عليهما إن كان ذلك عن مشاورة ورضا بينهما، وكما أنه لا إثم عليهما إن طلبا لأولادهما مرضعات غير الأمهات، وذلك باتفاق معهن مقابل أجر بالمعروف دون نقص أو مماطلة. وفي ختام هذه الآية الكريمة يوصيهم الله عز وجل بتقواه بما يفعلون وما يعملون وما يقولون، فهو البصير بأحوالهم الخبير بنياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يخبر الله عز وجل أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وعليها أن تبقى في بيت زوجها خلال مدة عدتها، ولا يجوز لها أن تتزين بحلي أو غيرها، فإن أتمت عدتها فلا حرج عليها أن تتزين بالحلي والطيب أمام النساء وأمام محارمها. وقد وردت في الآية الكريمة على وجه العموم بقوله عز وجل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وذلك بشرط عدم تجاوز الشرع والعرف، وأنه عز وجل عليم بأعمالكم خبير بها، فهو سبحانه وتعالى الذي يجزي الإنسان بما عمل وهو علام الغيوب. ثم يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا حرج عليكم فيما ألمحتم به من رغبتكم في الزواج من نساء معتدات بسبب وفاة أزواجهن أو من مطلقات ثلاث طلقات تلميحا لا تصريحا وبدليل الإشارة لا بصريح العبارة، ولا يجوز أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد أجمع العلماء أن العقد لا يصح في مدة العدة، وقد توعدهم الله عز وجل على ما يكنون في أنفسهم من شؤون النساء، وحضهم على إضمار الخير للشر، ولم يؤيسهم من رحمته جل وعلا، فذكرهم وبشرهم بقوله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله غفور رحيم، وأنه سبحانه وتعالى ذو مغفرة شاملة ورحمة كاملة.